في هذه الحلقة سنتكلم عن بعض الممارسات التي أصبحت يعني جارية وأصبحت يعني في حياة الناس طبعا، لأن نحن نعلم الناس هذه الأشياء ويجب أن يعني نعطيها معلومات حول هذه الأشياء، وأن لا نترك الناس هكذا يعني متمادين في استعمال هذه الأشياء. فهناك الطبخ بالمرق، هناك الطبخ في الفرن الشاي مثلا، وهناك الطبخ في الزيت، الشاي في الزيت كنسميه القلي في الزيت، هذه الفراين. فهذا الشيء في الزيت يعني لما الزيت تكون مع ماء فدرجة الحرارة الماء لا تتعدى 100 درجة، معنى أن هذه الزيت لا تتأكسد، لا يعني لا يكون هناك يعني أكسيدات البيروكسيدات. لما نسخن الزيت لوحدها يعني بدون ماء، يعني النساء كيلاحظوا الحرارة ربما تصل إلى 300 درجة، يعني إذا كانت النار يعني قوية ربما تصل إلى 300 درجة مئوية، 300 درجة مئوية. طبعا هذا الزيت يتأكسد ثم يعطي بيروكسيدات، يعني إيبوكسيدات في الأول، ويعطي إيبوكسيد ثم يتحول إلى البيروكسيدات، وهذه البيروكسيدات مع الإيبوكسيدات هي نفسها هي تعتبر جذور حرة، فهي يعني ملوثة، تعتبر من الملوثات التي تأتي من طريقة الطبخ. هناك ملوثات تأتي مثلا من المبيدات، من الطبيعة، من الهواء، من الماء، ملوثات تأتي من الطبخ داخل، يعني حتى الشخص ولو اشترى أشياء جيدة لكن إذا لم يعرف كيف يتعامل معها فسيحولها إلى مواد مسمومة. فالبطاطس مثلا إذا استهلكت مع المرق وطبيخ يعني طبيخ عادي ليس فيها مشكل، لكن إذا تم قليها في الزيت أو شيها في الزيت فهي تتحول إلى مادة خطيرة، خطيرة، لأن قد يكون الإكريلاميد، قد يكون البيروكسيد، قد يكون الميلانويد، قد يكون أشياء أخرى يعني ستضاف إليها. هذه البيروكسيدات فنحن نحذر الناس من الجذور الحرة. لماذا؟ لأن الجذور الحرة داخل الجسم هي التي تخرب جميع الخلايا على مستوى الأعضاء، بمعنى تخريب الوظائف. إذا خربت مثلا خلايا بيضاء في الكبد ولا الخلايا بيضاء مثلا في البنكرياس، فطبعا أن هذا العضو سيتخرب كله، يعني فيزيولوجيا، يعني هذه يعني وظيفة هذا العضو يعني طبعا ستنقص أو يعني ستعمل بطريقة يعني عشوائية، ويترتب عنها طبعا مرض. فهذه البيروكسيدات التي البيروكسيدات التي تأتي من شيء أو القلي في الزيت هي أننا نتناول جذور حرة، لأن هناك جذور حرة تتكون داخل الجسم مثلا مثل هضم اللحوم مثلا وهضم السكريات، لكن هذه الجذور الحرة يتناولها الشخص مباشرة في الأكل الذي تم يعني طهيه أو شيه في الزيت. لهذه فهذه البيروكسيدات تعتبر المواد الخطيرة لأنها مواد مسرطنة، فنحذر الناس ويجب أن يغيروا طريقة الطبخ يعني كي يعودوا إلى الطريقة التقليدية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.